السلام بقي خلف القضبان، نحن نقول أن هذه بداية إعادة ثقة بالسلطة القضائية في لبنان من باب العريض، تحية كبيرة. أما لا سمح الله إذا خرج رياض سلامي، بعتقد هون حيكون في كلاش شعبي كتير كبير بين الناس، وفي عملية ضرب للثقة في لبنان. طيب نعم. أنا بتسمحي بس تفضل لأنه بدي أسأل سؤال أخير. أول شغلة ختمت بما أنا حكيت عنه، أنه التخوف من ما له علاقة بالموضوع في المرحلة القادمة. النقطة الثانية، اليوم رياض سلامي منظومة بهمنا نحن كناس اللي إلهم مصاري، الحمد لله ما قلنا مصاري بالبنوك. اليوم اعتقال رياض سلامي بعيد أموال المودعين، بيرجع أموال الناس، ولا بيعملوله تخريجي لحتى يعتقل رياض سلامي والمصارف بتم تبرئتها من ما له علاقة بالأموال الموجودة للناس؟ هذا الناس اللي اليوم عم تبحث عنه، في جواب على الموضوع أو لا؟ طبعا استاذ نعم. اول شيء، كل ما حصل في لبنان كان بتوقيع رياض سلامي. ما في مصرف بلبنان عمل عمليه ماليه في شخص اسمه نعمان نضور بقلب مصرف لبنان. نعمان نضور اذا بدك تحول اي تحويله من لبنان الى خارج لبنان، نعمان نضور بده يوافق عليها بعد موافقه البراف تبع رياض سلامي. لنكون واضحه هيدي عند المشاهدين. النقطة الثانية، ما هو مصير الودائع المرتبطة برياض سلامي؟ حتما التأثير مباشر. اليوم مش رياض سلامي معه كل الودائع، ولكن رياض سلامي معه كل أسرار نهب الودائع اللبنانية. ثلاثة، نحن سبق لقلنا عبر القضاء الأوروبي، ومشكور القضاء اللبناني إيلان اسكندر، هون كان في شغل كبير، القضية غدعون، القضية جان طنوس. اليوم عندك نصف مليار دولار حجوزات ملقاط على عقارات واملاك رياض سلامي خارج لبنان. في لبنان كمان هناك حجوزات عليه، هيدي كلها وين بدها ترجع؟ هيدي بترجع اموال للدوله اللبنانيه، لصندوق يمكن يخلق بشكل بوقت لاحق لاي شيء معين. اضف الى ذلك، اليوم رياض سلامي حتما في كتير ناس خيفاني هلا، خاصه بعمليات الشراء اللي كانت تنعمل، في هندسات ماليه كانت تنعمل لشراء مصارف في لبنان، في عمليات هندسات ضخمه كتير مشغوله. عندك ملف اوبتيموم لحاله في 8 مليار دولار ترانزاكشنز بقلب الملف. اليوم في تطورات كتير كبيره بالملفات الماليه، هذا تحقيق يحتاج الى وقت طويل. اهم ما يحصل فيه انك تحجز اموال، أهم ما يحصل فيه أنك توضع يدك على المستندات المخفية حديث الساعة. وهون أنا أعول على جدية القضاء والتعاون برا. أنا أعذروني بس أنا مضطر أترك بعد لحظة، بس بدي ما أنا بدي أختم مع حضرتك. فضل. الله يخليك. أنا بس صحيح لي أقول فت شغلة، بيستاهلوا لبنان ينبسطوا انه هيك شخص مثل رياض سلامي نام امبارح ورا القضبان، وحاليا هو ورا القضبان. بيستاهلوا اوادم لبنان. هيدا الشخص مسؤول لانه هو امين صندوق التركيبة المافياوية بلبنان، مسؤول مباشرة، منه مسؤول صف تاني، مسؤول صف اول رياض سلامي. هلأ لكل حادثة قضائية وقانونية، طبعا نحن مثل ما قلنا خمس سنين من عيني وعنا بلان آو بلان بي، نحن كمان عنا بلان بي لإلون. أنا بقلن للناس انبسطوا، ولكن كذلك عندي نصيحة لكل يلي كانوا يتمسخرونا قبل، وأنا كتير متمسخريني وأنا مسامح الناس، ما كنت اتشك عليهم. نصيحتي هالمرة كمان مرة جديدة وعبر ششتكم حليمة، نصيحتي يلي بده يقرب لحماية رياض سلامي، هالمرة العيون مفتحة أكثر بكتير من قبل. هالمرة لبنانيين وغير لبنانيين مفتحين العيون، ورياض هو الصندوق الأسود والصندوق انفجر الأسود، بدنا المعلومات اللي بقلبه. رياض لحقلك بس معلومة صغيرة، كان يكتب كل شيء بإيده على أوراق ويتنقلون، ولحن مخبيين، وفي تصرف مطلوب من القضاء اللبناني بشكل سريع جدا بأماكن بيعرفوها. وللحديث تتم أنا وياكم هاليومين رح نعلن كمان على شيء جديد. أنا بدي ورياض لن يكون موقوفا وحده، توقعوا توقيفات إضافية بعد رياض سلامي.